واخيرا تفاصيل جديده للعبه ريزيدنت ايفل بنسخه الريميك للجزء الرابع، وفي ناس ممكن يزعلهم بعض الاشياء اللي شالوها. استعراض جديد للعبه سوسايد سكواد، ناس تحمست وناس ما تحمست زي ما صار معايا في البث وقت ما سوينا رده فعل، لكن في نفس الوقت واضح انه الناس اصلا بشكل عام زعلانين من بلاي ستيشن بمؤتمرها الاخير، وهو ذا اللي حنتكلم عنه بالإضافة لتفاصيل بعض الألعاب اللي حسيتها تستاهل نتكلم عنها. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. قبل أن نبدأ ظبطونا يا جماعة الخير، اشترك في القناة، لا تنسى تضغط على زر اللايك. خلونا نبدأ. اللي مو عارف، أمس صار مؤتمر لبلايستيشن جدا بسيط باسم State of Play، الحدث اللي تعودنا عليه بس يكون خاص بالألعاب، ما في فلسفة، ما في كلام كثير، وعشان نحط على قولتهم النقاط على الحروف، هم لا شوقوا ولا حمسوا، وكانوا واضحين من بداية الإعلان أنهم حيركزوا على لعبة Suicide Squad بشكل عام. صح صار إعلان لعبة Resident Evil، لكن كلنا عارفين لعبة Resident Evil ممكن تريلرات ومقاطع كثير نازل عنها، لكن مع هذا ما جابوا سيرتها، ولكن فجأة جابوا سيرتها في الحدث مع تفاصيل جديدة نزلت. فبشكل عام أنا ماني عارف ليش الناس زعلانة من الحدث، خصوصا ما أدري إيش حاطين في بالهم، لكن أنا هذا الشيء ما يعني ما أعرف. هم لو قالوا مثلا في مفاجآت وانتبهوا مدري إيش وشوقوا، أوكي هذا الأسلوب كانوا يستخدموه الشركات قبل، لحتى الفترة الأخيرة بطلوا يستخدموه من بعد ردود الفعل العنيف اللي جاتهم من اللاعبين، وخصوصا مع مشاكل ألعابهم اللي صارت مع الفترة اللي راحت. يحمسوا تنزل اللعبة بعدين مضروبة، وهم محمسينك قبل كذا مؤتمر، عارفين انتوا الموضوع ده. فخلونا نبدأ اليوم بالأشياء اللي جذبتنا، مع انها ما هي أشياء صراحة كثيرة. اول لعبة اللي هي لعبة هيومينيتي، فكرتها صراحة جدا غريبة، تتحكم بالناس بطريقة ما ماني عارف، بس ذكرتني نوعا ما بلعبة موس تقريبا، لانه واضح انك انت تتحكم او تقدر تلعب بالفي ار، فتتحكم ب خلينا نقول طريقة كيف انهم هم يمشوا، وكأنه الغاز بتحلها، لكن عبارة عن ممرات معينة بتوديهم من منطقة لمنطقة، وفي قصة معينة يبغوا يوصلوها بس ماني فاهم صراحة. فعشان كده انا متحمس ابغى اشوف اللعبة هذه ايش اللي يبغوا يوصلوا بالضبط. طبعا دام جبنا سيرة الفي ار، لا حد يعني يتوقع انه الفترة الجاية سوني حتسحب على الفي ار، لانه واضح انه تسويقهم حيكون كثير للفي ار. ففي الحدث بشكل عام لاحظنا انه مركزوا على الفي ار، خصوصا في اول خلينا نقول يمكن 5 دقائق 10 دقائق او اول ربع ساعه تقريبا ما خلتني الذاكره. فواحده من الالعاب كمان اللي جذبتني صراحه اللي هي لعبه ذا ووكينج ديد. من اول انا قاعد اقول ليش ما في لعبه يا جماعه الخير تحس انه الجرافيكس فيها ماشي حاله او كويس، وفي نفس الوقت كمان رعب. وسبحان الله هذه واحده من الالعاب، طبعا ان شاء الله حنزلها سواء هي او حتى عندنا لعبه ريزيدنت ايفل. يهمني صراحه اني اجرب الالعاب هذه اللي الجرافيكس فيها جبار، او مو ما بقول جبار بس خلينا نقول انه واقعي، لانه صراحه العاب الفي ار كثير منها تحسه كذا بعيد عن الواقعيه وفي كرتوني كذا اكثر، مع انه لعبه ووكينج ديد اللي انتم شايفينها قدامكم تحس الناس شويه كانهم اطفال او كانهم صغار ماني عارف، بس مع هذا حمستني لانه واضح فيها استخدام مرة كويس لإمكانيات الفي ار، طريقة تعشيق الأسلحة، القتال وكيف حاط يده على راس الزومبي وقاعد يقاتل الزومبي الثانيين، طريقة القتال أصلا حتى منوعة، مو بس إنه بس بالأسلحة، في بيدك، في فاس، في بسكين، طريقة الاستكشاف، يعني هذه الأشياء اللي حمستني صراحة في لعبة The Walking Dead، واللي ما هي بعيدة، حتنزل إن شاء الله في يوم 21 مارس الشهر الجاي، بدأت تكثر ألعاب الشهر الجاي. ونختم يا جماعة الخير بالأشياء البسيطة اللي تم الإعلان عنها بألعاب البلس اللي أعلنوها أمس للشهر القادم. كم نبرز الألعاب اللي هي لعبة باتل فيد 2042، حتكون برضو متواجدة خلال الشهر القادم بشكل مجاني، ففرصة أنه تلعبون لعبة الشوتر اللي يقال أنها تحسنت الفترة الأخيرة. حنجرب حنلعب، وممكن حتى سوي لها ستريم وأنا قاعد ألعب ونشوفها مع بعض ونتكلم عنها بكل صراحة في الفترة الجاية. فأعطوني رأيكم بالألعاب أو حتى بالألعاب الخاصة بالبلس للشهر الجاي. نجي دحين لموجة الغضب اللي جاي على لعبة سوسايد سكواد. شوفوا أنا ماني عارف، وعوذ بالله من كلمة أنا، بس دائما بقولها من يمكن من يوم ما سويت بث للعبة غوثام نايت، انه فعليا روكستدي اتمنى انهم يبتعدوا كل الابتعاد عن فكره العالم المفتوح.
ما لهم مال فكرة ألعاب العالم المفتوح بشكل عام، لأنه ما زبطت في باتمان اللي هو أهم عنوان كان لهم، فكيف حتزبط بالله في العناوين الثانية؟ وبس واضح أنهم ما رح يتوبوا، لأنه حتى في لعبة سوسايد سكواد برضو كمان عالم مفتوح، وأعلن أنه حيكون في باتل باس أو في المهم سيزون باس، معليش سيزون باس هذا حتاخذ معاه سكنات جديدة أو سكنات للناس المهتمة يعني بالسكنات لشخصياتك، واستعرضوها برضو كمان أمس، ولازم تحتاج أن تكون متصل في الإنترنت بشكل عام، مع أنه اللعبة تدعم 4K و60 فريم والأمور دي كلها، بس سبحان الله يعني هذه التفاصيل أنا حبيت أتكلم عنها في البداية، لأنه هي أكثر شيء توترني وتخوفني من اللعبة، لأنه يدل على أنه حيكون في استغلال العالم المفتوح، بس المشكلة أنه مو عارفين يستغلونه صح، يدل على أنه في إضافات حتيجي بس ماني عارف إذا كانت أصلاً اللعبة حتنجح من بدايتها أو لا، ما نبغى نفس السيناريو يتكرر مع لعبة جوثام نايت، لأنه جوثام نايت جذبتني فيها القصة أكثر من أي شيء ثاني، وأحس أنه ما له داعي المشاوير اللي كان فيها، فهذه النقطة اللي أحس أنهم هم ما هم شطار فيها مرة. حتى باتمان حسيت أنه العالم يعني معلش تضيع وقت أغلبه، خصوصا مع السيارة اللي حاطينها الباتمان، حلبوا السيارة فضيعونا من القصة الأساسية، مع أنه من الأشياء اللي أنا محمستني في لعبة سوسايد سكواد اللي هي القصة، خصوصا شفنا ظهور وندر وومن وكيف جاوبها فلاش أنه عشان نقدر نحل موضوع انه جماعة انجستس ليج اللي هم باتمان وسوبرمان شفنا واعتقد ذاك الاخضر نسيت اسمه كمان، المهم انه شخصيات هذه في عروقهم كذا شيء غريب، المهم واضح انه في شيء قاعد يتحكم فيهم، ففلاش قاعد يقول عشان تحل ذا الموضوع او تحل ذي المشكلة اللي فينا مالك الا تقتلنا، فهنا انا اتحمس زيادة بعرف كيف حنحل موضوع انه يرجع باتمان بوضعه الطبيعي، خصوصا انه كاتبين في انجستس ليج لازم او كل The Injustice League، فهذا من الأشياء اللي أنا محمستني اللعبة، لكن غير كذا فكرة العالم المفتوح أنا هذه مخوفتني صراحة جدا كثير، وأتفهم أنه أغلب الناس يمكن خايفين من الموضوع لعبة سوسايد سكواد بسبب أنه قاعدين يقارنوها بمارفل أفنجر، أتفهم، لكن في نفس الوقت هذه من الأشياء اللي أنا ما أحبها في عالم الجيمينج، أنه دائما في ناس تقارن وتحكم وتقرر وخلاص وأعطت تقييم بناء على أنه هذه زي هذه وانتهى، أصبروا يا جماعة خلوا اللعبة تنزل أو أقل نشوف التقييم اللي حتنزل لها وبعد كذا تقدر تحكم، فلا تحبطهم من البداية، لو هذا استوديو مستقل كان بطلوا من لعبتهم بشكل عام من موجة السلبية اللي بتيجي من اللاعبين وشفناها في ألعاب صارت قبل كذا، فعلى قولتهم التجربة خير البرهان، والأجمل من هذا كله أنه حتنزل في يوم 26 مايو أو شهر 5 خلينا نقول على أجهزة الإكس بوكس سيريس إكس وإس بالإضافة للبلايستيشن 5 وعندنا أجهزة كمان البي سي، فمن هذاك الوقت أنا لازلت عند كلام أني متحمس للعبة، أقل لك أطور قصة، خصوصا أنه عجبني فكرة الجيم بلاي وطريقة التحويل بين الشخصيات بدون ما أنه تلعب بشخصية واحدة، وحسيت أنه اللعبة نقول إن شاء الله أنه ما تكون زي الشيء اللي بعض الناس ماخذينه بطريقة كذا سلبية، لازلت متفائل نوعا ما. Resident Evil مع أني أنا مبتعد الفترة الأخيرة أني ما أبغى أشوف لها صراحة تريلرات، لأنه خلاص حس اللعبة انحرقت حرفيا، بس سبحان الله اللعبة هذه لا زالت تبهرني في كل تريلر أنا بشوفه، والهايب عنده كل ماله قاعد يزيد على لعبة Resident Evil الريميك للجزء الرابع. طبعا للتذكير في البداية للناس المتحمسة اللعبة، اللعبة حتنزل إن شاء الله الشهر القادم في يوم 23 إن شاء الله بإذن واحد الأحد، حنختمها مع بعض في القناة ببث مباشر، يعني أنا جدا متحمس، خصوصا أنه اللعبة تحسها جو ناس تكون معك، طريقة الجيم بلاي، شخصيات، القصة، الأشياء الجديدة اللي ضافوها، كل شيء صراحة في اللعبة إلى الآن ماشي بطريقة جدا ممتازة، وكابكم يعطيهم العافية على الريميكات اللي الله يكثر منها على قولتهم في الفترة الجاية. من الأشياء الجديدة اللي شاركونا إياها وأعطيهم العافية الشباب في الموقع حطوها، ما راح يمديك تلعب طبعا بمنظور الشخص الأول، شخصية كراوزر حيكون موجود في اللعبة ودوره حيكون أضخم من النسخة اللي راحت أو النسخة العادية خلينا نقول، الطيار المساعد حيكون موجود في الريميك وصار له دور أكبر، تم إعادة تصميم شخصيات شرطيين من بداية اللعبة بطريقة ممتازة مع خلفية قصصية بسيطة لكل واحد في شرطيين هذولا الاثنين، فيروس لاس بلاغاس
حيخرج من رؤوس الأعداء، وهذه شفناها في التريلر بنفس الطريقة الأصلية. تأكيد وجود جيريدور أن ريجينيريتورز اللي هو الأعمى وذو المخالب الحادة، الاثنين دول حيكونوا موجودين. القرية حتكون أكبر في النسخة الأصلية. لقطات الكويك تايم إيفنت حتكون أقل، اللي هي الأزرار اللي تطلع فجأة كده في الشاشة، أضغط إكس أضغط مربع أضغط دائرة، حتكون برضو متواجدة بس بشكل أقل من النسخة الأول. لحم الأفعى حيكون بديل لبيض الأفعى، اللي هو وقت ما تقتل الأفاعي بدل ما يطلع لك بيض فجأة. أتوقع أنه كذا منطق الموضوع بشكل أكبر. الهدو أو هوكمان ما راح يكون موجود في نسخة الريميك، مع أنه والله ما نفاكره، شفت له صور بس ما نفاكره لأن أنا لعبت اللعبة وقت ما نزلت مرة واحدة ختمتها ونسيتها. فأتمنى تكتبوا لي تحت تعليقاتكم على ذا الموضوع بالذات. ما راح تقدر تختم اللعبة بالسكين، وهذا أكد عليها واحد من مطورين اللعبة لأنه حاول، ما حيزبط معاك الموضوع نهائيا. طور النيو جيم بلس واللي هو يخليك تعيد اللعبة بكل قوتك بكل الأسلحة بكل الأمور، هذا تم تأكيد أنه حيكون متواجد. آشلي صارت رفيقة ممتازة، يعني حتقدر تستفيد منها، مو بس مزعجة زي في النسخة الأصلية، يمكن تركب عليها ميمز حتى على النقطة هذه. تأكيد طور التصوير، فحنشوف أتوقع صور جميلة من الكوميونتي والمجتمع. مرحلة آدة حتكون موجودة ودورها حيكون أكبر من نسخة اللي راحت، فنسخة الريميك حتكون وضعها أفضل بكثير. هذه أبرز النقاط اللي تم ذكرها في التريلر الأخير أو الجديد. جدا متحمس صراحة للعبة، ورجع أذكر حتنزل على جهاز البلايستيشن 4 و5 الإكس بوكس سيريس برضو عندنا، والحسب الشخصي في يوم 23 مارش من الشهر القادم. أنا متحمس، ما في شيء صراحة أنا أقدر أضيفه أكثر من كذا غير أنه ننتظر اللعبة تنزل، ولا أبغى أشوف تريلرات أكثر من كذا على أساس أنه أبغى أكون كل شيء كذا في وقته على قولتهم يكون جميل. أنا أحس أن حرق أشياء أصلا مرة كثير، خصوصا أنا ماني فاكر شيء. فيعطيكم العافية جماعة الخير على المتابعة، ولا تنسوا تضبطونا عاد بالاشتراك اللايك، أرجع أذكر اللايك الاشتراك الاشتراك الاشتراك. ونشوفكم يا جماعة الخير في مقاطع قريب ثانية. كان معكم أخوكم حمرون من قناة فيديو جيم فور عرب، مع السلامة.